لو سمحت، لو عندك حضرتك فكرة، هو الماجستير المهني بيتعادل الماجستير في الهجرة لكندا ولا لأ؟ أو يا ريت ترد عليا ضروري، وشكرا مقدما. الدراسات العليا في مصر غير معترف بيها في دول العالم، كتير جدا من بلدان العالم لا يعترفوا بالدراسات والجامعات المصرية إلا بعض الجامعات القليلة جدا، وعادة بيعمل عليك اختبار معين. هل الماجستير الأكاديمي أو المهني؟ للأسف كتير جدا مش بيكونوا مقتنعين بيه، في بعض البلدان مقتنعة بيه. طب ده نعمل إيه يعني؟ خسارة؟ لا، الفكرة إنك إن شاء الله لما تروح تقدم هناك، عادة هم هناك في الهجرة، وده أنا بحثت في الموضوع ده سابقا، عادة بيسأل عليك في كندا إنه يقول لك أنت من ذوي المهارات. عادة هم عاوزين ناس يشتغلوا في الوظائف غير المتطلبة لبعض المهارات التقنية، زي طبيب، مهندس، الحاجات دي عاوزين شهادة معينة. بخلاف ده احنا عندنا حاجات كتير، عندنا إداريين، وعندنا، يبقى هم عاوزينك في وظائف من الوظائف الفنية والمهارية اللي بتتطلب استخدامك للإيد. بخلاف ده انت مش بيكون عندك القدره على الدخول على الوظائف دي الا بقى لما تروح هناك ان شاء الله وتشتغل في سوبر ماركت او سباك او اي مكان، وساعتها ان شاء الله تجد فرصه عمل في التخصص بتاعك. ساعتها يبقى الماجستير المهني فاليد او ذو قيمه داخل هذا المكان. ولكن نصيحتي ليك انك ان شاء الله لو مهتم بالهجره قدم وروح، وبعد ما تروح هناك حاول انك تثبت نفسك في المكان بتاعك، وساعتها لكن بشكل اساسي هم مش عندهمش اعتراف كبير باغلبيه الجامعات المصريه بشكل عام، حتى الكليات العلميه زي الطب والهندسه وكده بيطلب منهم امتحانات علشان يتاكدوا من جوده الشهاده. فربنا معاك.